sera ouverte pour toujours. Elle sera non seulement un espace numérique d'apprentissage. اللي طلقناها بشكل مبتكر والتي تروم تجميع ونشر أعمال الطلبة سواء داخل الأقسام في الدروس المتخصصة أو خلال ورشات المهنية التي يقومون بها داخل المعهد أو خارجه، ثم خلال التدريب وكذلك ما ينتجونه بشكل شخصي حر. هذه الأعمال أو المواد الصحفية التي كانت في السابق تبقى يعني ربما في الرفوف أو يحتفظ بها الطلبة لأغراض شخصية، نريد أن يكون لها وقع مؤسساتي أكاديمي مهني منظم ويشرف عليها طاقم من الأساتذة والتقنيين الذين يعالجون وينسقون هذه المواد. المنصة ليست فقط آلية للنشر، وإنما هي أداة بيداغوجية لمحاكاة الحياة المهنية للمؤسسات الصحفية المنظمة، بحيث أن هذه المنصة ستعطي الإمكانية للطلبة أنهم يعيشون بمهنية ويعيشون يعني الإنتاج الصحفي اليومي تحت الضغط اليومي كما يعيشه الصحفي في مؤسساته. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.